سهل الوضع. بخاتي فار. ازيك يا بخاتي؟ برده بتحبك قوي طول الوقت في سيرتك. الله، ايه ده؟ ده سمك حلو قوي. ازاي؟ طب ما تقليه يا بخاتي. ايه ده، انت زعلت؟ طب شوي اقول لك علمهم العوم. الباشا فين يا بخاتي؟ على على وصول. ما مالك؟ دقني تولد. عايز شاي يا بخاتي؟ هيشرب. بس انت عارفه يا بخاتي، انا كان ليا واحد صاحبي في المباحث نفس حالتك دي، بس ده ربنا كرمه اخر كرم مات. انتباه وردك. امال اختها؟ ما تقوم يلا. وعلى هبه الاستعداد للشغل معاك يا باشمهندس. فهمتك اللي مطلوب منك. يا مصطفى، انا قلت لك ان الخيف فندق ده انا محتاجاه. اقعد استنى اسبوعين؟ طب وبعدين، يعني ايه الحل؟ لا طبعا تتصرف. وقام. عارفه قضيه الاثار الكبيره اللي كانت عامله ضجه؟ الحمد لله كسبتها. الجزمه يا تغيف. وقام النهارده اسعد يوم في ايام حياتي. ممكن تركنها على جنب؟ سوري. القمر ماله فين؟ لا انا قرفانه. او انا عايز اغير المدرسه. تغير المدرسه ايه يا ماما؟ احنا مش لسه مغيرين المدرسه. عايز اغيرها تاني. حبيبتي انت بتغيري المدرسه اكتر ما بتغيري هدومك. يوه. خلاص يا حبيبي، القمر عايز يغير المدرسه نغير المدرسه ولا يزعل خالص. مليون ونص. 14,560,000. اوكي تمام يا ورده. تمام فارس. اؤمر يا باشا. خطه واضحه مش كده؟ واضحة، بس في حاجة قلقاني بصراحة. البوليس ايه نظامه في الفتة دي بقى؟ الخطة مغطية الموضوع ده كله، ما تقلقش. حد العربية؟ ايوه، وهات نمرة الدبلوماسية معاك. بصراحة بقى الراجل ده هو اللي قلقني، لو اتكلم هنتحبس 200 سنة. العملية هتتم بدون أي كلام يا فارس، مفهوم؟ مفهوم. فارس، بخاتي هيعجبك أوي. العملية دي هتحقق لنا كل أملنا. بقول لك ايه يا بخاتي؟ ايه موضوع الحيوانات ده؟ انت بتحبها قوي كده ليه؟ بتحب اللي بيحبها؟ مش موضوع حب اللي بيحبها، اكيد في صله قرابه بينكم. بالسلامه يا اختي. بالسلامه. بالسلامه يا باشا. سلمي على ماما عشان وحشتني. ها؟ هيا. بقولك ايه؟ حس كعين الكتف في بقك يلمسك. جرى ايه؟ ايه؟ ما ضيق كلها 24 ساعة واحنا نبقى مع بعض. بخاتي ما تزعلش، ده واد جلنف وما ترباش. انت عارف ابويا ما هارعه لا وشرفك ولا حواء. روق. Thank you.
كده يا رب. كلب؟ انت مخك في الكلب، مش قلت لك الدم بيحني يا ولد؟ تانية ايه يا دكاترة؟ وانا لسه هشرح. اوكي سلام. مبروك علينا. شوف بعد ساعة. ماشي سلام. مبروك عليك. مالك يا فارس؟ معكيش حاجة مخللة؟ مبروك علينا يا لؤلؤة. مبروك. قوم بقى اتكلم في التليفون. واحدة كمان. قوم بقى. عشان خاطري. قوم يا أخي كلمه. هتقول لك إيه؟ أقول له إيه؟ اللي قلته لك. جرس. يا أخي. طيب.
الو الو ايوه باشا صباح الخير مديريه الامن. صباح الخير يا فندم، انا عايز ابلغ سعادتك عن عمليه السطو النهارده اللي قامت في عبد الخالق ثروه بتاعت الجواهري. ايوه سعادتك، المجرم سعادتك اسمه الباشا اورن السهتان. ايوه باشا، وعنوانه 119 شارع السلولي بجوار كوافير جوده كانيش. ايوه باشا. ايوه فندم، الله يخليك يا باشا. انا مين؟ ايه؟ انا مواطن يا باشا بخاف على البلد. الله يخليك يا باشا، العفو يا باشا، مع الف سلامه. على بوم على با على بوم على بلا. انت الشق اللي انت الشق اللي انت الشق اللي انت الشق. اتفضل معانا. قبلة بقى تمام قوي كده، وادي التذاكر والباسبورتات والفلوس. مش عارف اخرتها، بس انا بقى كنت عارف اكملها بالستر يا رب. كومون بيبي. فتحة فتحة. اي حاجه من اللي انا قلتها لك. لا 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 خلاص. لا 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 سلام. يا مش معقول ده، انا حاسي مش سامع. معقوله انا واقفه وجها لوجه قدام اكبر واشهر محامي في البلد؟ لا فندم، اسمح لي اقدم لك نفسي، ورده ليسانس حقوق. اهلا وسهلا، تشرفنا. ده انا من اشد المعجبين بحضرتك. شكل شكل خالص. مرافعتك في القضية الأخيرة كانت هايلة. قضية تهريب الآثار. ولا الأسئلة اللي بتوجهها لشهود الإثبات، مش معقول تحفة. ياه، أنت خدت بالك؟ طبعًا، وهي دي حاجة تتنسي. ما هو سؤالي الأخير لمندوب الجمارك هو اللي نهى القضية. طبعًا طبعًا. طب بالمناسبة بقى الجميلة دي، نفسي أترجاك في حاجة. خير؟ أصل بعمل بحث في قانون الإجراءات الجنائية، فأقدر أسأل حضرتك في بعض نقط. حضرتك بس تتصلي بيا في اي وقت او تفوت عليها في المكتب. الاستاذ ظريف عبد اللطيف. طريف عبد اللطيف من غير نقطه. طبعا يا فندم، غني عن التعريف. اورفوار. وكمان بتتكلم فرنساوي؟ يا فرنسا.
طريف. طريف مين؟ المحامي. ليه؟ ليه؟ ده المحامي بتاعه. مفهوم مفهوم. عشان كده بقى لازم اربط معاه. عشان الباشا هيقول له على مكان المجوهرات. هو ده بقى اللي هحاول اعرفه. فارم عليك ماشي بسرعه تقول لورده اخويا دحلبها هو فين مش هنا ما تشيلش عينيك من عليه بخاتي يعني الشقه دي اتفتشت سلام عليكم سلام عليكم اللي عاملين لنا قلق انتوا الجدع التخين اللي معاكم ده اصحى بقول لك ايه ما قلتليش هتعملي ايه مع الراجل المحامي ده هتربطي معاه ازاي يعني ها ده باين عليه فلاتي قوي وبتاع نسوان وبعدين الشغل عايز كده الشغل ايوه بس انا بقى مش عايز كده انا عايز كده ايه اما نروح وانا لسه هستنى اما نروح افرضي روحنا لقيتنا بيتنا بقول لك مش هنا اوه اهدي كده يا عم في اتموسفير زي ده مطوه وراجل واقف قدامي زي وحش اهدي خالص وخدي وقتك خليك عقله كده ابعد عني مجنون ابعد ثانيه ورده اتجنن امال فين انا بسر بقى يا عيني بخاتي ازاي يعني؟ بخاتي يا غبي ايه؟ وقته ده الله يقطعك يا بخاتي ده وقته خدتني افتكرت البوليس ما جاي يفتش الشقة تاني جابك هنا تصدق لما كنتش سالتني كان زماني روحت انا هتجنن يا بخاتي الباشا ما لقوش الا الباشا يمسكوه خلاص البلد اختفت واللصوص يا نهار اسود تصدق من يوم ما جاني الخبر انا مش عارف اخرج من هنا تعال بس يا بخه تعال لا 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 يا ورده ما تعمليش نفسك كده لا 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 تعال انت ايه حكايتك يا جدع انت عملت تربي لي في سمك واحوار ايه الحكايه دي مش واخد بالك من اي حاجه خالص اه يا فشفشي
مش هتندم يا بخاتي ونبقى بخاتي وفارس للأبد. أنا عمري ما كنت عاقل قد اللحظة دي. بخاتي اسمع كلامي هوديك شرم الشيخ. أه يا مشفوش أه. اعطيني هروقك قوي، اوديك الملاهي وادخلك بيت الاسد واجيب لك بنطلون ستريتش. ايه ده خالص، انسى كل اللي قلته لك، بس اقعد لوحدك كده فكر فيه على رواقه خالص. هو فين؟ بيظبط الروج بتاعه. يا خبر، مش معقول يا دي المصيبة السوداء. طيب طيب شكرا. بخاتي الحق، مصيبة يا بخاتي، تعالى اقعد جنبي. عارف مين كلمني دلوقتي؟ عارف العيال النضرجية اللي موقفين عند الجراج؟ بيقول لي ان البوليس بيحرجن في المنطقة. بينا بقى ننقل المجوهرات. ما تخافيش. ما خافش يعني ايه؟ الباشا؟ لا 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 نقل؟ الباشا نقل مجوهرات؟ نقلها فين؟ نقلها فين يا بخاتي؟ انت اقول نقلها فين؟ نقلها فين؟ نقلها. لو كنت اعرف نقلها فين كنت قلت لك، بس ممكن اقول لك مكان المفتاح فين. مش عايز اعرف. عارف ما كانش الباشا كنتش عدتك فارس. انا عارفه طبعا، مش قادر يبطل. نعمل ايه؟ يا ما تهرع علا مفيش فايده. ولادك ولا كلابك؟ نفس المعزه. مش حضرتك عندك اولاد؟ واحد ابيض ومنقط على اسود. ربنا يخليهولك. لا يا مدام، ده يعني مفتاح انجليزي على ما اظن، مثلا مفتاح خزنه في فندق حاجه كده. فندق؟ فندق ايه؟ مش عرفني، ده في منه يعني جيولوفات في مصر. ماشي شكرا. اسمع وردة بتقول عندها معاد مع حضرتك. طيب خليها تتفضل. اوكي اتفضل. اهلا 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 اهلا. هاي. اهلا اهلا. انا حاسه اني بزعجك. لا ابدا اطلاقا، اتفضلي. هو ده بقى عرين الاسد يعني؟ على العموم انا مش عارفه لحضرتك، هما سؤالين بس. اتفضلي. في قانون الاجراءات الجنائيه ايه بالظبط المقصود من قرار الاحاله؟ قرار الاحاله. ايوه اتفضلي. اذا ثبت للنيابه العامه اثناء التحقيق وجود ادله على المتهم، فإنها تقرر إحالة المتهم للمحكمة،
هو ده قرار الإحالة. أيوة ده اللي مكتوب في الكتب. بس لو خدنا مثلا مثل عملي زي حالة زي حالة باشا السهتان. باشا السهتان؟ آه واحد من معارفنا صدر ضده قرار إحالة. حضرتك قصدك باشا أوران السهتان؟ أيوة حضرتك تعرفه؟ لا أعرفه، ده موكلي أنا اللي ماسك القضية بتاعته. بجد؟ أنت المحامي بتاعه؟ مش معقول. أما حتة صدفة؟ طب بقى ده أكيد هياخد براءة. يعني ربنا يسهل. طب نرجع تاني لموضوعنا. طب حالة بقى زي حالة الباشا دي، طبعا المحكمة هتوجه له التهمة، وانتوا بقى هتدافعوا على انه بريء. بجد؟ لان مفيش دليل ادانه قوي ضده. ايوه بس الست اتعرفت عليه في الطابور. ست مسنه جدا جدا، ولا يؤخذ برايها ولا يعتمد على ذاكرتها من الاساس يعني. بس كده يعني حضرتك مصدق انه بريء؟ اعتقد ذلك. طب لو افترضنا جدلا يعني انك انت اقتنعت انه هو الفاعل، ده لو في حاله بقى ظهر دليل ادانه قوي ضده. اكيد. طب طبعا في الحالة دي بصفتك المحامي بتاعه هتنصحه ان هو يعترف ويسلم المجوهرات عشان يتخفف عنه الحكم. تمام. طب في الحالة دي بقى المجوهرات هتتسلم للمحامي. شوفي يا انسه، معلش انا اسف بس نسيت الاسم. وردة. اي شوفي يا انسه، وردة يعني هو الموضوع له ثلاث محاور. وردة اوعى تكوني ورده زهر البستاني. ايوه ده ايه وده كلام برضو؟ ايوه فيها ايه؟ مش حضرتك شهدت نفي في القضيه دي؟ فيها ايه يا استاذ؟ فيها ايه ده ايه؟ فيها ان المفروض ما اتكلمش معاكي في اي شيء يخص هذه القضيه بالذات. طب ليه؟ لا معلش معلش انا اسف انا اسف من غير مطرود. ارجوكي من غير مطرود. انا اسف يا هاني. انا مش فاهمه، ما فيهاش اي حاجه، ما كل المحامين بيتكلموا مع الشهود. المناقشة مع الشهود تبقى هناك في قاعة المحكمة أثناء نظر الدعوة، غير كده يبقى غلط. أنا عمري ما سمعت إن فيها أي حاجة. أنا آسف يا هانم، ده مبدئي، أنا حر، ما تخلينيش أضطر أتنحى عن القضية. أنت صدقت إن أنا جاي عشان قانون الإجراءات القانونية؟ وده عشان إيه؟ ظريف، أنا عمري ما صدق في الحب من أول نظر. أنا بحبك يا ظريف. نعم. الو؟ ايوه فهم. لا مفيش حاجه مفيش حاجه. الله يفهم مفيش حاجه. ايه يا فندم؟ طيب. باي. باي. مصمم انه بريء وهيقول كده قدام المحكمة بكرة. المحامي بتاعه بقى مقتنع ببراءته، وبخاتي بيقول لي ان هما غيروا الاماكن بمكان تاني محدش يعرفه غيره. غير بخاتي؟ غير الباشا. وانت ناوي تعملي ايه؟ انت مش ناوي تعمل اي حاجة خالص. مين اللي قالك كده؟ ده انا ناوي اعمل زلزال في المحافظة. لا يا ريهام، وانا لما اقول لا يعني لا.
يا مامي مش معقول، مش معقول عيد ميلاد صاحبتي الوحيدة. ومش معقول برضو بنت السنك هتروح تسهر لوحدها في عيد ميلاد. وانا ما قلتش اسهر لوحدي، ما هي عزمتي انت ودادي. نحن غرباء نحن غرباء عاتية. ويعوض الله يعوض الله يعوض الله، الدنيا لسه بخيرها والله يعوض الله. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف. تغيث تصبح على خير تغيث. انت من اهل ورده يا ورده؟ ورده مين؟ مين قال ورده؟ لا هو بس يمكن بس بالنسبه للقضيه ملخبطاني شويه. ف تصبح على خير. وانت من اهل حضرتك؟ ادي للشاهد الاول. روح الحياة كرهول، روح الحياة كرهول. مش موجودة يا فندم. يا فندم الدفاع مكتفي بأقوال الشاهدة الواردة في الأوراق. النيابة تصمم على سماع أقوال الشاهدة. تؤجل القضية لجلسة السبت القادم. بس تعال تعال. رايح فين انت؟ في الجنينه. الورقه دي اوعى. الورقه دي استنى بس، استنى اشوف لي ايه. بس روح الحياه. انت هتموت روح الحياه؟ انت هتقتلها؟ طيب طيب طيب. فكرت في اللي قلت لك عليه؟ ثقيل. هوديك شرم الشيخ. ثقيل. تعال اقول لك. باي باي يا روحي.
تاريخ انا سايبه لك العشاء في الثلاجه. تاريخ ما تزروتيش المطبخ. كل ده من ابوكي واهماله. سيغمون تي فو، اكيد انت اتجننتي. ورده. نعم يا دكتور، خلصني. الباب ده عنده نقص في الحديد. يا اخويا ده ورده. طيب اسكتي. مش كاتي خلاص. في ايه؟ ما تحل عني بقى. بقول لك ايه؟ ايه حسك عينك المسك فاهمه؟ يا ملل. ورده. معقوله يا ورده؟ ورده انا عايز اقول لك. عارفه مراتك انا مش هقعد كتير. ورده انا يعني ما عنديش اي مانع ان انا اشوفك، بس يعني ارجوكي بلاش نتكلم في القضيه خالص. اوعدك واشكرك. ليست خيرت ساعات الحب تلك التي أقول فيها إني أحبك. يا أيها الروف على كلامك يجنن. وردة. لا لا بصني هنا. قولي يا الروف لو الباشا قرر إنه يعترف هيقول لك؟ وردة وردة قلنا بلاش نتكلم في موضوع القضية دي. أنا قصدي يعني من ناحية قانونية. لو قرر إنه يعترف يبقى هو جاني. إيه؟ يبقى هو جاني يبقى قرر. في حاجة يا حبيبتي؟ عطشانه. عطشانه؟ اه. يعني هتشربي ايه؟ اي حاجة صح. اي حاجة صح. الثلاجة فورا. اول مرة تحبي. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ هتبوظ لي كل الشغل. هو ده التربيط اللي قلت عليه يا بت؟ ياه ايه ده؟ فين هدومك اللي فوق يا بت؟ حل عني ساعتي. حلينا. عيشة تأثر العمر، حاجة تقرف بجد. مش ممكن. قلتلك ان بيت يا حبيبتي. يا مات كاتي. يا تغيف في ايه؟ ما انا حظي من السما كنت هشرب النبيت لوحدي، ليك حظ بقى تشربي معايا. انتوا رجعتوا بدري ليه؟ ايه؟ انبسطت في الحفله؟ بجد؟ انا هفرقع منك. انزل الاقي العجله نايمه وافضل مستنيه لغايه ما جوابي يغيرها، يقوم يطلع للسجن كمان نايم. العجلتين نايمين يا تغيف؟ لازم كانوا سهرانين امبارح. تغييف؟ وبعدين مين اللي راكن صف تاني وقافل السكه؟ ها؟ عربيتي يا هاني. عربيتي دافع 10,000 جنيه و500 جنيه في الشهر. اهلا يا ريري. من فضلك ايه ما تكلمنيش خالص. مين ده؟ النقيب ابراهيم شمال يمين من المباحث العامه يا فندم. ايه؟
ابراهيم شمال يمين من المباحث العامه. الحقيقه حضرتك احنا بنقبض على مجرم خطير ساكن جنب حضرتك، فكعاده الشرطه لازم نامن الساده المجاورين للمكان، فاحنا كلنا جنب سعادتك. لو احتجتي اي حاجه حضرتك اتصل بحضرتك. لا كلمي البوليس، هو اكيد هيتصرف. اوكي ما بقى. شمال يمين على طول يا فندم، يمين. اغفار تغيير. اغفار شمال باشا. نزلتك يا ماما. مرسي مرسي يا روحي. تاريخ وريني ايدك. ايدك التانية. تاريخ وريني ايديك الاثنين. امسكي. سلسلة مين دي يا تاريخ؟ ها؟ سلسلة مين يعني ايه؟ سلسلة سلسلة مين؟ يعني انا هشرح لك كل حاجة. تشرح لي ايه يا تاريخ؟ ما كل حاجة واضحة اهي. ايمي خش اوضتك جوه. بسرعة. دادي انا عايز اتفرج. خش جوه. حبيبتي صدق هنا حبيبتي انا مظلوم. مظلوم تاريخ؟ امال ايه دي؟ دي كل سنة وانت طيبة عليها هدية عادي جوازنا. تاريخ خلصها لو انت طيب يا حبيبي. شغل ايه اللي بتعمله بنت الجحش دي؟ كنت هتودينا في 60 داهية. ليه؟ عشان غبي. ايه؟ ايه ايه؟ بس كبت ولا ايه؟ جاتك نيلة. باي باي حبيبي. باي باي يا حبيبي. يلا باي باي. خلي بالك من نفسك. الو. ها؟ انا صباح النور. السلسلة؟ سلسلة المراجع. الظروف حكمت بقى ان واحد يشيلها. لا هنشوف لها تصريفة. هنشوف لها تصريفة. طيب يلا ماشي مع الف سلامة. مع السلامة. انقذتك من مراته المجنونه. بخاتي بره. لا ما تخافيش، بخاتي بيرد على السمك. انت رايحه له ورده مش كده؟ ايه الخوطه اللي انت عاملها دي؟ رايحه بواحده صاحبتي في المستشفى. سلامتها في ايه؟ ايه ده قالها؟ لا يعني لا، وانا لما اقول لا يعني لا. يا ميني يا حبيبتي ارجوكي افهميني، العقد ده مش بتاعنا، العقد ده بتاع واحده ست راحت تصلحه فحطوه غلط في الباترينه وبعتهولي بالغلط. مش مشكلتي انهم يغلطوا، وهم يغلطوا ليه؟ يا حول الله يا رب. طب بس شوفي 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 ده عطوني مكانه عقد، انما ايه تحفه. لا لا مستحيل، انا بتشائم يا تغييف، بتشائم بتشائم. Thank you.
هاي. اهلا يا ورده. اتفضلي. الله، ايه الجمال ده؟ حلو مش كده؟ قوي. ده ولا عصر هارون الرشيد. ايوه. بتاع مين ده؟ بتاعت هارون. بتاعت واحد صاحبي قاعد في امريكا، بس بيجي كل سنه كده يقعد اسبوع في مصر وبعدين يمشي تاني. تشربي ايه؟ حاجه ساقعه. حاجه ساقعه حالا. ساعديني، عايز انطلق. ما تنطلق. ايه؟ عايزين نرقص 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 نرقص. يا فريد يا مجنون. والله لا انا ما قلتلوش ان انا جايه. طبعا انت مجنون. اخوك ده ما تردش عليك كده. لا يا غبي، انا شفت اغبياء كتير ويا ملك. صراحه ما حدش يقول ان هو اخوك، لا شكلا ولا مضمون ولا موضوع. ما عليك بقى. لا ولا يوم يوم ما كان عندي في البيت ومراتي بتقول له انت مين؟ قال لها انا مباح. اطفال ده ولا ايه؟ يا كريم ما تتكلمش عليك. ما بعد اللي عشتها في الملاهي المرجعه اللي واقفه غلط يخلي الويب في سنه. حرام عليك يا حياتي، شفت في غبائه وبعدين. والله يا عم بكره تشرب سجاير. لو سمحت يا كابتن، اسمع لو سمحت. والله ما شربت سجاير. ايه؟ انت عارف اقتحام السكن والاعتداء على القاتلين بيه ده عقوبته ايه؟ انت تخرس خالص زي ما بقول لك كده، وهتعتذر. اعتذر؟ تعتذر. اعتقد ان جرالك حاجه في قواك العقليه. انت فاكر نفسك ايه؟ عامل لي فيها بلاتي وبتاع نسوان وقرن؟ يابا انت عرت الرجاله. ولد ده انت راجل على المحاره لسه ما كملتش. قالوا لابس لي بدله وقميص وكرافات.
الكرافته اللي في رقبتك عايزه تهرب من القميص من نتانتك. انا مؤكرم حقيقه الفاظك منتقاه. بقول لك اعتذر. بحذرك ومش هعتذر. اعتذر انا طريف عبد اللطيف المحامي بالنقد اعتذارا رسميا لما ولا به ما صدر مني في حق الاخ فارس. الاستاذ فارس. الاستاذ فارس بيه. الاستاذ فارس بيه. واتعهد انا الموقع عليها بان اكف عن كافه التصرفات الصبيانيه التي قد تصير الى سيادته او الى سمعه حضرته هو او اي فرد من افراد اسرته الموقره. وهذا اعتذار مني رسمي يؤخذ به في المحاكم في بلا نقد ولا ابرام ولا ابرام ولا ابرام. وعماله تقول له بحبك بحبك جت وحب برص الانفل ده. طب ما بتعرفش تفرق بين الجد والتمثيل؟ لا يا ماما بعرف افرق كويس قوي. ما تاكلنيش يا حال صاحبتي في الانعاش. ها بتكذبي عليا يا بت. بص يا ورده الباشمهندس جان بول سارتر قال المعرفه نمطا للعلاقه بين ما هو من اجل ذاته وما هو في ذاته. فارس حل عن سمايا لما بقى. شوفي بقى يا ورده. شوف انت يا فارس انا عايزه افهمك حاجه. الراجل ده اهم واحد في حياتنا اليومين دول. عارف ليه يا بابا؟ عشان ده اللي هيبلغنا في كل حاجه. هيقول لنا المجوهرات فين. هيقول لنا الباشا لو ناوي يجرجرنا معاه ولا لا. وهو ده اللي هيطلعنا لو جرالنا حاجه. فهمت بقى؟ تقوم ترشقه بالمطاوي. بقول لك ايه انا راجل دم حر. الدم جرى في عروقي رشقته. انتهينا بقى. لا يا بابا ما ينفعش نروح في كلابوش. انا منك اعتذر. اعتذر مش عايز اعتذر. بص يا ورده انا ما اعتذرش. طيب فارس اعتذر. انا اسف. مش ليا. له له. اسمعي بقى يا ماما انت مش فاهمه حاجه. الباشمهندس جان بول سارتر قال الشعور وجوده من اجله يكون في وجوده والشعور بعدم وجوده. فارس انا مش قلت لك يا حبيبي ما تقراش الحاجات دي؟ تقدر تقول لي معناته ايه الكلام اللي انت بتقوله ده دلوقتي؟ ايه معناته وجوده بالموجود. انا جاي هنا مخصوص عشان اعتذر. انا جاي اعتذر. هقول له انا اسف. هقول له انا اسف. هقول له انا اسف واعتذر له على طول ان شاء الله. اعتذر. انا جاي اعتذر يا ناس. ايه ده مفيش حد هنا ولا ايه؟ انا اعتذر للكنب. اعتذر انا عايز اعتذر واخلص يا اخوانا يا خل. يا نهار اسود على الاعتذار اللي مش عايز. اعد له لحد ما يجي واعتذر ان شاء الله. ايه ده؟ Thank you.
مش ايه اللي حصل؟ رجعت اخد دوسيه كنت ناسيه، لقيت واحد بيكتفني من ورا ظهري وراح ضربني على راسي. تغيف انت اتعورت؟ لا ما اتعورتش ولا حاجه، بس هو حاسس بشويه صداع. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي ميعاد مهم في المكتب لازم اروحه دلوقتي، هي فيها تصريفه؟ ميعاد؟ اكيد مخه ضرب. قبل ما اطير بقى في حاجه صغيره عايز كده اديها لك قبل ما اطير بقى. ايه؟
لذيذ قوي. تعالى بقى. نعم. وردة. وردة. حبيبي. حبيبي حبك نار في قلبي بتلسعني. ارميني بتلجة سقعني. حبيبي انا ملسوع ملسوع وحبك بين الضلوع. حبيبي قامت قيامتي. حبيبي مش طايق بجامتي. معايا مزة قشطة يا ناس. معايا مزة قشطة يا بشر. مملوك الكلام والقلبان ده بس الكرافطة اللي خانقانا ده لطريف المحامي شغال على الحامي لمراتي تهمني ولا جبال تلمني وحامس دم الشبان في ازايد وانزل البحر باربعين مطوة وسجارة مولعة ويلا يلا يلا ايه اللي دخلك هنا؟ اللي دخلني هنا ده ايه؟ انتوا ايه اللي دخلكوا هنا؟ حضرتك البس بسرعه وامشي قبل ما ابلغ البوليس. بوليس ايه؟ الشقه دي بتاعت صديق الدكتور عادل لطفي وهو دلوقتي مسافر واعطيني المفتاح بتاعها. واحنا كمان مأجرينها من والد الدكتور لطفي. كده تبقى باظت. هو مش حضرتك الاستاذ طريف عبد اللطيف المحامي؟ انا فاكراك. أنا خالي إبراهيم التهامي، حضرتك كنت اترافعت عنه في قضية الآثار، فاكر؟ أهلاً وسهلاً، فرصة سعيدة طبعاً. ايوه ورده انا طريف. ورده قاعدين احنا لازم نبعد عن بعض. حاضر اشوفك تاني. طريف قطعت علاقتي بيها خلاص. صدقني جاي اقول لك اسف. استاذ فارس لغايه كده كويس قوي. انا ضارب مشوار عشان اتقدم. انا جاي اتقدم. خد تعالى. تعالى يا باشا. انا جاي اعتذر. انا سبتها خلاص. عايز اعتذر لك. يا عبد الله يا ابني مش عايز اقول لك انا عايز اعتذر لك. اسمع اتنكد ايه؟ عايز اعتذر لك. انا مش عايز اعتذر لك. اسمع يا استاذ فارس. اعتذر لك. اعتذر لك يعني اعتذر لك؟ والله لو هتحبس فيك هعتذر لك النهارده. ايه؟
تقصر برضه يا متر يا متر. انا ما كنتش اتصور ان انت الحرامي والله. وبعدين في حد يسرق بيته؟ هي غباوه غباوه. عايش عايش. انا غلطان انا غلطان. وعلى العموم انا اسف انا اسف جدا. كده بقى ما فاضلش غير علاقتك باختي. عايز تتجوزها اتجوزها. انت مش معاك بطاقه؟ بس مش معايا دلوقتي يا سيدي. هات كاتب الكتاب يا متر. بقول لك ايه؟ عايز تتاكد اني بحبك؟ لا انا متاكد خالص يا متر. انا عايز اخدمه بس. الصلاه على النبي احنا اللي عملناهم وضيعناهم يا متر. المطار الفندق ايه؟ هي ماتت؟ اسمع ال 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 بيا واقفة. مش معقول. باشا فلوس مطار. قلتلي يعني المجوهرات في المطار صح؟ مطار. طب ابوخ ابشرك بليلة لطيفة. اما بالنسبة للشظايا الزجاجية فلقد اثبت تقرير المعمل الجنائي انها مطابقة لنفس نوعية زجاج نافذة والدة المتهم. سيادة الرئيس، السادة المستشارين، وقل جاء الحق وزهق الباطل، ان الباطل كان زهوقا. بص بقى يا باشمهندس، زي ما بيقول لك ايه، اللقمه نصيب. واضح ان احنا لينا نصيب ناكل لقمه بحريه سوا، خدت بالك؟ فاذا ما قلتليش مكان المجوهرات فين، هناكل السمك دوت وهنشرب الميه اللي في الحوض. المقصود هعكن على اهلك. بص يا بختي، ديت بقى ممكن تدفس في شويه رز، تقطع عليهم حتتين بطاطا، او تتقلي. ممكن تتقلي. انت بقى لو قلتلي مكان المجوهرات فين يا بختي، لا هتتقلي ولا هتدفس في الرز. في المطار فين يا بختي؟ ها قول يعني، قبل طياره بعد طياره، حدد لي فين في المطار يا بختي. مجوهرات فين يا بختي؟ انسه ورده زاهر بستاني، ممكن تقولي لي ما هي صلتك بالمتهم باشا اورن السهتان؟ باشا خطيب عظيم. انسه ورده زاهر بستاني، ارجو ان تذكري لهيئه المحكمه الموقره مكان تواجدك اثناء ارتكاب الحادث. كنت عند باشا في الشقه. عظيم. كنت لوحدك ولا كان معاكي حد؟ لا كان معايا حد. مين؟ اخوي. انا عايزك تقولي بالتحديد ساعتها اخوكي. ايوه اخوي. كانش معاكي حد تاني غير اخوكي؟ ايوه كان معايا باشا. شكرا. بس في حاجه، هو نزل حدود الساعه 8 ورجع الساعه 10. ورده. ورده في قانون العقوبات في الماده 135 من وقام. وقام الساعه كام دي؟
هقولك. تغييف انت طالب بالثلاثة. بقى معلم الجوع قرص واخد بالك نطلع ادي ايه. استني بس استني اوريك العام عشان يشوفك انت بتتقلي. بص يا حبيبي دي اول سمكه هي سودة بس طعمها زي الفل. هنحطها ايه في الطاسه خدت بالك خدت بالك. الطاسه تتحط طبعا على النار والزيت بيقلي السمك عشان ايه عشان هناكل. خدت بالك تيجي بعد كده سيدتي تجيبي السمكه الثانيه وبرده هتكون نفس اللون اللي هي مربيها الواد بخاتي ونحطها حضرتك نحطها في الطاسه كويس. في سمكه تاني اسود. الله ده في واحده رابعه تصدق يا سبحان تصدق ان انا مرزق قلب بخاتي. السمك بقى لما يتظبط هقول لك على حاجه لما يتظبط في السمن ويقلي مش في السمن لا في الزيت لما تقلي في الزيت بيبقى 10 على 10. انا انت عايز تاكل ولا ما انا سالتكش صحيح هتاكل معايا ولا اكل لواحد؟ لا انا عايز حد يفتح نفس. ها نختم بقى نختم بالمعلمه بقى عشان ايه وكفايه سمك اسود. ايوه تعالي لي بقى تعالي لي. دي بقى اللي بتشبع قوي دي اللي ايه اللي بتشبع قوي دي المعلمه حبيبه القلب هنقليها وبعد ما نقليها نفصصها ونحطها في الرز وناكلها. ولا مجوهرات ولا مجوهرات تفكرني بتكلم عشان مجوهرات؟ مجوهرات ايه انا جعان اساسا انا اساسا راجل جعان. عايزهم بقى بالزيت ولا بالسمنه؟ جايب لك عشوه 100 100 سمكه واربع قروش. ورده بتقول لها ورده ايه ده ما ينفعش كده يا ورده. بعد اذن سعادتك دقيقه واحده انا اسف. بعد اذن سعادتك وليكن بالبوكس بتضربني قدام كل الناس ما ينفعش زنة لسان يعني مش زنة لسان دي. ايه ده دلوقتي التهمه ثابته عليك فما فيش حاجه غير ان احنا نسلم المسروقات. لو عرفنا نسلم المسروقات ممكن الحكم يتخفف عليه خمس سنين ولو انا اعترفت على ورده. ورده هي ورده شاركت معاك في الجريمه؟ هي واخوها. في الحاله دي تخفف خمس سنين كمان بس هي فين المسروقات عشان نحطها في خدمه المحكمه؟ ماشي خمس سنين خمس سنين. روح لبخاتي بخاتي اديها لك في البيت. الزعيمه والمخططه الكبيره. ايه اللون ده؟ حضرتك بقى المخ وهم العضلات مش كده؟ افهمها كل واحد فيهم على جنب ان هو الواد بتاعي لحد ما تغبروا الهبره الكبيره وبعد كده تخلي الغاب الصغير اللي عاملاه اخوكي يبلغ عن الفتك الاقرع اللي هو مخبي المجوهرات وبعد كده تعرفوها من المتخلف التخين. صح؟ تروح تشهدي شهاده زور في المحكمه خطه 100 100 خطه محكمه ما تخرش الميه. على فكرة أنا من ساعة ما شفتك وأنا عارف وحاسس إنك لئيمة وسهنة ومية من تحت تبن وكدابة. أنا كدابة؟ ما أنت كمان كداب. أنا؟ أيوة، ما أنت أخدتني على قد عقلي وحسستني إنك بلع الطعم وخدت مني كل اللي أنت عايزه وتوتة توتة فرغت الحدوتة. حدوتة صح؟ إيه؟ اسكت 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 الحدوتة. على فكرة بقى أنت لا ذكية ولا عندك ريحة الذكاء. ليه بقى إن شاء الله؟ لأنك فعلا ما تعرفيش. ما أعرفش إيه؟ إن أنا بحبك. واللي بيحب حد بيسيبه. بقوا الحلوين فين؟ حبيب بابا مين ياكل التفاحه؟ يلا بابا يلا بابا افتح بقك افتح بقك يا تي بابا اقفل وهو حد يقول لك تعالى خد منك التفاحه. ها خد بالك من فارس ده فظيع. انا افظع منه انا شرس. العربية دايرة ها؟ ماشي. بتخميني يا وردة؟ ايه يا
فوفو انت كنت فين؟ بتقابليه من ورايا؟ انت عايز ايه بالظبط؟ المجوهرات يا قطه. باي باي يا بنت. بخاتي انت بخاتي ها؟ ما تخافش ما تخافش انا محمد باشا انا محمد باشا بقول لك ايه انا هفكك الولد الصغير خد العربية وطلع يجري بوردة ما تعرفش راحوا فين؟ في ايه؟ عايز ايه؟ ايه يلا الروشانة اللي انت فيها دي؟ لا ده احنا نعجبك قوي ده احنا عيال مغفلة على الله بتاع الخزنة ما يزرجنش على الله ولا يزرجن ولا حاجة انت الباشا ومعك المفتاح كل اللي هيطلبه الامضة عشان يضهيها بالامضة اللي عنده انت مش بتعرف تقلد امضته وامضة ابوه انت ايه الشجرة اللي لابسها لي دي شجرة يا راجل يا فرع ايه ده بقى ايه ده قول لي راحوا فين بالظبط اشرب بس ميه اشرب شويه ميه هما دلوقتي تعتقد يكونوا راحوا فين واحده 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 ما ايه طب واحده 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 خد نفسك خد نفسك المطعم مش المطعم مفيش وقت مفيش وقت عايز اعرف فين ايه ده غنيها ماما غنيها ماما 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 مش فاهم منك حاجة هي كم حرف؟ كم كلمة؟ كلمة كم أربع كلمات؟ خمس كلمات؟ غني ماما غني ماما 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 افرض صوتك فيها المطار الو ايوه سميره اديني عمتي ايوه عمتي مفيش وقت احتمال ما نتقابلش تاني في عودين قصب ناسيهم في البلكونه لم عيالك ومصيهم باي باي ايه الاخبار تمام تمام يلا بينا على فين يلا بس يا مزازع اسمها ورده حلوه هي كده شويه ومعاها واد صغير شكله غبي قوي اسمه فارس ما جوش خدوا اي حاجه هنا من خزنه الاوتيل لا والله ما شفتهمش يا فندم ما شفتهمش يا فندم
طب هنعمل ايه؟ انا حدش كده وانت كده. ياد البت ياد. عيب كده، انت مش خدت العربية؟ عربيتك بتتفكك يا حبيبي دلوقتي. ايه اللي ادبك ايه اللي؟ فين ياد البت ياد؟ هي زمانها جاية، هي زمانها يبقى السلاح، هي زمانها جاية. البت فين ياد؟ هتروح في داهية. مين اللي يوديني في داهية؟ البوليس، انت هيضيع مستقبلك، انت لسه قصير والمستقبل قدامك طويل. اسم الله عليك يا نخلة، ما انا طول طولك اهو. طب شيل السلاح، شيل السلاح عيب كده. انت فاكر نفسك محامي بجد ياد ولا ايه؟ ايه اللي ادبك ايه اللي؟ اتصدق بقى ان لسك شو ده انت والبببببب بخات النتن التاني ده؟ بخاتي ده صديقك يعني. مين اللي قال لك كده صديق؟
طروف، انت كنت فين؟ تهربي مني يا وردة؟ ده انا كلمتك 500 مرة، رحت كنت بخلص من بخاتي وفارس ومراته. طلقتني. طب والفيلا؟ الفيلا بتاعتها والفلوس بتاعتها، يلا كل واحد بياخد نصيبه بقى. قلت بقى يا وردة دي مش المجوهرات معاكي برضه؟ بتحبني انا ولا المجوهرات؟ عايز الحق؟ انتوا الاثنين قد بعض. وانا كمان.